سام أكمل فينيشر أند ديكور مودولر فور أوفر 35 years. I'm starting this channel to teach how to make 3D model furniture. In this channel, you will learn Rhino, ZBrush, and Blender programs. How to use this program for 3D modeling furniture, step by step. From simple to complex model, we will model all kinds of furniture, chair, table, sofas, bedroom, dining room, and antiques. All style of furniture, modern, classic, French style, and Empire style. If you are interested in 3D modeling furniture, please subscribe and share. Take care and be safe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في البداية رحب بكم في قناتي أكمل في النشر الأرض. وأحب أعرفكم بنفسي. أنا أكمل مصري من دمياط. مصمم ومنفذ أساس من أكثر من 35 سنة. بدأت استخدام الكمبيوتر لعمل نماذج ثلاثية الأبعاد من أكثر من 20 سنة. كنت بستخدم سيدي ماكس يمكن من أول إصدار ولسه بستخدمه لحد دلوقتي. من 8 سنين تقريبا بدأت استخدم برنامج الراينو مع برنامج الزبرش والبرندر. وأحب أعرفكم حاجة مهمة جدا، ان برامج 3D كلها تقريبا متشابهة. لو اتعلمت واحد بإتقان هتقدر تشتغل على البرامج التانية بكفاءة عالية جدا. هنتعلم في البداية برنامج الراينو لانه سهل والاستخدامه سهل. هنبدأ خطوة خطوة بنماذج بسيطة وواحدة واحدة هنوصل للصعب والمعقد. هنتعلم ازاي نصدر ونستورد الموديلات بين البرامج كلها ونتعامل معها ازاي عشان نوصل لمستويات عالية في التصميم. هنتعلم نعمل تصميمات لمكن CNC والCAD برينت. هنعمل نماذج ثلاثية الأبعاد لكافة أنواع الأساس والديكور من كل ستايلات. وهنعمل أنتيكات. هنعمل حجرات نوم كاملة، هنعمل حجرات سفرة، هنعمل صالونات، هنعمل أندريهات، هنعمل كافة الأنواع. لو أنت مهتم بتصميم الأساس والديكور وحابب فيرنيتشر موديلنج، من فضلك اشترك معنا في القناة وشارك فيديوهاتنا، فعل الجرس ونشكرك على المشاهدة.